بالله تعطيني السالفة يا أبو سعود. أي سالفة؟ قبل شوي محكيت اللي حط القبلة، بعدين ذكرت لي اللي تضارب مع عرب. هذا طال عمرك جاكر له ناس في الطريق. حلو. ويوم أنا تعدى أشر له أنت مجنون. إيه. اللي فيك ما يخطيك المنسب وسب جارح. جاكروا له نوقفوه. والله يوم وقفوه يا طال عمرك ورياهم خمسة في السيارة. المهم إنه وقفوه اللي معه حصى واللي معه عصا واللي معه يد عفريته. قالوا له ليش تتكلم على كلام بيجلدونه؟ ابي يلعنون خيره. قال يا جماعه خير صلوا على النبي. قالوا والله انك منضرب منضرب. قال طيب دقيقه، ما دام اني منضرب انا ما ابغى اضربكم كلكم. اوبو ابي يا خير واحد فيكم. اوب يطلع لي. اي يطلع لي قدام هنا في الميدان. وانتم خليكم هنا. حلو. شاهدوا القصه. قالوا واحد يجي طعمك هالعري من وسطهم. قال هاي انا وش تبي؟ قال هذا خيرك. قال انا خيرهم اذا قدموني ربعي. قالوا تقدم. ويوم تقدم طعمه قال انت خيرهم؟ قال نعم. قال هذا خيركم؟ قالوا نعم. قال اجرني بوجهك. قال والله ما حد يعترضه ولا حد يكلمه. والله عجبني والله. تصرف اخذ اول مخرج. والله تصرف، خمسه بيقتلونه خلاص، هذا احسن شيء مره.